تعلم واستفد من دروس الجيتار مع يوسف لايف. ادعمني باللايك وهي بنال التعلم. يا وسلام عليكم احبابي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما تشوفوا هذا الفيديو اللي ما غادي نتعلموا شوف الاساسيات ديال الجيتار وغادي نتعلموا النوتات، فهمت الله؟ هو ما تنظنش ان غادي ندير جميع النوتات، ولكن اللي غادي تخدم به انت اللي غتقصر به. وانا عطيك سميتهم فيما سمعتي شي واحد قال لك شد هادي بتمشي لهاد النوطه اللي بنوريك ديريكت. باش نتفقوا على واحد الحاجه غادي المهم كي تجي الجيتار غتشارج لابليكاسيون ديال اللي بطل عليك هنايا كتساويها به، فهمتي؟ الجيتار ما يمكنش يجي كي شريتي انت بلا تضرب به، راه بط عليك صوت مخربق، فهمتي؟ بزاف ناس يقول لك ما طلعش ديال الصوت كي كي تشرح انت كي عندك في الجيتار ديالك بحال هكا. بطبيعه الحال ما مساويش 100% غتكون ما مساويش، مالا جيتي كيما جيت انا راه بتكون بحال بحال. المهم ما علينا، غتشارجي لابليكاسيون وغادي كل خيط كيبان لك، كل كورد كضرب هذا كيبان لك نفسه، كتبقى تزير ولا تنقص ولا تبان لك هذيك خضراء درتيك طن، دونك راه تساوي تدوز للثاني الثالث كذلك. ما علينا من هذا الموضوع، هذا ماشي موضوعنا، ولكن النوطات وسمعيهم هو موضوعنا. باش نتفقوا على واحد الحاجه، كاين نوطات فيهم ماجور ومينور، فهمت البلان؟ يعني بحال كيف نشرح لك هاد الماجور ومينور، بحال اذا نقول لك حزينه ومفرحه ولا شي بحال مثلا شي بلان بحال ما هكا. المهم انت دخلها لعقلك بحال ما هكا، بحال هادي حزينه وهادي مفرحه. دونك غادي نوريك نوطات ومع ذلك غادي نوريك حتى الماجور ديالو، فهمتي؟ المهم غادي نبداو، شوف غادي نلعبو هنايا ساهل، ما تقولش لي هذيك هكا هنايا داكشي ما عندك انت ما ديرو، يلا بعدي انت غتلعب الساهل. المهم عندنا لا تنستعملو ثلاثة الصبع، هدف الثاني هدا في الرابع وهدف الثالث. فيما سمعتي لا مينور ولا سمعتي هيلا بلا ما تقوليش المينور بزاف، سمعتي هيلا كتمشي لهادي، فهمتي؟ هادي لا مينور. كاين الماجور ديالها كي تتشد، هانتوما شوفوا نفس الصبع شنو كيتزاد، كيتزاد غير هذا، يعني كتولي شاد هذا وهذا وهذا، يعني هاد ثلاثه، فهمتي؟ يعني لكن تتشد طلعها هادي هكا بتزيد هاد الصبع، ما كنتيش تحكم في هاد الصبع بتشد هاد ثلاثه هكا بشدهم هكا، يعني هادي لا مينور ثلاثه الصبع كتشد الثاني والرابع والثالث، ولا ماجور كتشد الرابع والثالث والثاني، هادي الماجور ديالها، فهمتي؟ نعطيكم عاود تاني، كاينه المي، لا سمعتي المي يعرف راه الخامس والرابع، هادي المينور، لا سمعتي مي مينور ولا هي مي راه دونك هادي، فهمتي؟ ديما الماجور كيسميو كيقول لك المي ماجور ولا لا ماجور، فهمتي؟ اما اللي قال لك هي لا ولا قال لك هي مي تتعرف راه مينور، هادي المي مينور ولا كنشدها هكا. المهم الرابع والخامس، الرابع والخامس الى بغيتو لي ماجور كنزيدها، كنزيد هاد الصبع كنزيدو هنايا في الثالث، هادي ماجور وهادي مينور، هادي ماجور يعني هاد الصبع هو الفرق. قلنا هادي المي، نديرو شي نوطة أخرى. المهم غادي نديرو الري، الري كاينة هادي، هادي اللي عليها بزاف تخلط كيقوليك، المهم شي تيقوليك هادي هي الماجور شي تيقوليك هادي هي المينور، المهم ما علينا حنا غادي نتبعو عباد الله كي تيقول. المهم هادي ماجور، فهمتي؟ هادي ماجور يعني هدف التالت، هدف الأول وهدف التالت وهذا اللي بيناتهم هنا في التاني، فهمتي؟ وهادي مينور، لا سمعتي راي. المهم كيما العادة كيما راه قلتلك هادي مينور، وخا حنا فاش قرينا وقريناهم الإكس صراحة الله ما قريت أنا بالفرنسية قريتهم إكس، بالإنجليزية تيقوليك هادي دي ماجور ولا ماط. المهم ما علينا، المهم هادي قاليك مينور وهادي ماجور، مينور كدا تشد هدف الأول كاع وهدف التالت وهدا في التاني، فهمتي؟ ماجور هدف
هنا في الأول، هذا في الثالث، وهذا في الثاني. إن شاء الله. المهم كاين دو، دو سهلة، دو كتسمع يا دو، ما كتسمع لا ماجور لا مينور. هذا في، هذا في الثاني، هذا في الرابع، هذا الثالث كيبقى خاوي، هذا ما كتشدش، هذا في الثاني ديريكت، هذا في الرابع، هذا في الخامس. المهم كاين صول، تا صول كتسمع يا صول. المهم هذا السادس، وهذا خمس، وهذا الاولاني كاع، يعني ثلاثة اصبع. هادي يا صول، كاين الفا، ليس ماشي الفا، الفا بزاف الناس ما كيلعبوهاش، فهمتي؟ ماشي ما كيلعبوهاش، ما تي تتقولي شي جيت تيقول لك فيها الفا بلاش، يعني حيت ما كيعرفوش شي حتى. المهم الفا كي هاد الصبع راه كتزير، كتزير على، ماشي كتزير صحابك انت، تتحطو في هاد الحديده الكحله، هاد الحديده الدبيه، كتحط حدا صبعك وكتزير شي شويه. شنو كيعاون؟ كيعاونك هاد الصبع اللي الله، يعني فهمتي، يكون يكون محذور، فهمتي؟ وتا هنا تكون، يكون هنا، يكون الخوا هنايا، فهمتي البلان؟ ماشي دير ليه هكا، الا درتي هكا ما عمرك تشدها، الا طلعت صبعك بحال ما هكا ما عمرك تشدها، ديما هنا هاد الجوج يهبطو، انت تجيب صبعك بحال ما هكا وشدهم وهبط، هبط تتساوى مع 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 اسميتو، يبقى واحد شويه تاع صبعك اللي طالع، وراه داك التحتاني راه بيهبط، فهمتي البلان؟ الا بقى الخوا هكا، الا بقى الخوا هكا في جيك تقدر تشدها مسحكم، الا كان طالع بزاف راه والله لا شتي تاخذ بقى حتى الصباح. المهم قلنا الفا كتشد هذا كتزيرهم، هذا كنحطوه في الثالث، وهذا في الخامس، وهذا في الرابع اللي تحت منه. هذه هي الفا اللي النوطه الصعيبه قال لك شي صعيب. المهم هذا قلنا كتشد البرومي كولو كتزيرو، هذا في الثالث، وهذا في الخامس، وهذا في الرابع. شي واحد اللي ما تعرفوش يشدو بهاد الصبع كيشد هاد الشينيت اللي قلنا هنا كيبقى، وهذا كيجي لهاد الثاني كيشد غير هاد الثاني، تبع غير هاد الكوردة الثانية، وهادو كلهم تيبقاو في بلايصو، ثاني ثالث خامس الرابع، تبع سامارش. كاينة دابا النوطات الا كنتي كتشد بحال هكا كاينة سي، نوطة سي تا هي هذاك الشيء كتلعبوا هنايا، نوطة سي في مقام اخر، يعني بحال هذاك بحال هنا هادو يجوا مع بعضياتهم، هنا هنا سي كتبدل شويه اللحن، فهمتي؟ ماشي مقام اخر كنتي تبدل اللحن. المهم هي كتسد هذا وكتجي هذا تحطو في الثاني، هذا في الرابع، وهذا في الثالث، شي نفس داكشي اللي درنا هنا، غير هو كنجيو لهاد الكوردة التانية وكنسدوه، ولكن كنهبطو كل واحد بوحدة، هنا كنا شادين هاكا، كنا شادين التالت والخامس والرابع، هنا لا غادي نجيو نشدو التاني والرابع والتالت. هادي هي سي، عقلها مزيان، ما سمعتي سي. كاين الفا دياز، الفا دياز فين ما سمعتها هي اللي تكون فوق هاد النوطة، يعني هنا، يعني هادشي هادشي هادا كل واحد كيطلع بوحدة، هذا كان في الرابع بيولي في الخامس، هذا كان في الثالث بيولي في الرابع، هذا كان في الثاني بيولي، فهمتي البلان؟ بيولي في الثالث. هادي الفاديز، هادي سي، هادي الفاديز، اكثر جاز كي ديك الساعه كي تبداو بحال هكا كيخدموا بنا، فهمتي؟ ولا فكرتي فيهم هاد جوج نوطات راه دايرين بحال بحال شكل الله مع المي ماجور، راه اللي يزيد هو هاد الصبع، يعني ها انتم الا جيتو فكرتو نفس هادشي اللي شاد هنايا مع هادشي اللي طلع هنايا، هذا نفس انتم نحيد هاد الصبع ونجي ونجي لعادي ربطو لي يلا تطلع تاني كلها وتطلع وحده هي ماج، فهمت البلان؟ المهم باش تكون في بالك هاد العباد وصافي صامبرش، هادو هما يعني النوطات اللي فهمتي، النوطات اللي غتحتاجهم صافي. دوري ايش قلنا؟ قلنا دو ري مي فا صول لا سي.
المهم هادو قلناهم حتى بالماجور ديالهم، مينور وبماجور ديالهم، سا مارش هادشي لي تنظن. والفرابات، الفرابات على حسب نتا الفراب شنو بغيتي. كاين فراب الروك، كاين فراب ديال سونتيمونتال ديال الراي، كاين الفراب شعبي فهمتي الله، وكاين ممكن بزاف وبلا شي بلا ما ندوي على دوك العراقي وداك الشيء فهمتي. حنا قلنا هادو اللي المغاربه بين قوسين وجزائريين، المهم مغرب عربي عامه كيستخدمهم فهمتي الله. او عندك اكثر واحد كيتطلب هو سونتيمونتال، يعني هذا تاع كتشد كتضرب ضربة بقاها سكتة. هاد السكتة راه شرحتها بزاف كيفاش السكتة فهمتي. والفرابات راه شرحتهم بزاف المرات. مشكل واحد اللي كاين الدراري بزاف هو النوطات، والفراب ماشي نقول لك عندهم مشكل، ولكن كتلقاه ناقصة هبطة ولا زايدة هبطة ولا فهمتي الله. يعني بزاف الفيديوهات لحت ديال الفرابات راه تستافد منه فهمتي. اذا كان همك الواحد هو الفرابه تستافد. وقلت لك انا يلاه باجي بيجي تشد النوطه وبتبقى ديريها تتولف بعدا على هادو باش ما يبقاش يتيك مشكل فيه فهمتي. تولف تمشي تنقل فهمتي، عاد ديك الساعه بيدوز للفراب تسرع الفراب، حيت لو جيبي تعلمهم بجوج مع بعضياتهم الله لا شي حاجه. هاد نقول لك انا شي من تجربه فهمتي، ما كاينش تفرج. المهم هاد الفيديو هذا درناه على قبل النوطات والاساسيات، ولا كانت شي حاجه خاصه ولا شي حاجه قولها لي في كومونتير، وغنزيد ان شاء الله في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. بيس ليكم.